يا الله، السلام عليكم. أصعب شيء بحياتي اليومية هو قضاء الحاجة، يعني نريد حاجتنا تنقضي سريعاً بإذن الله تعالى. عندي معاملة ومشلوع قلبي، عندي بيت وما خلصان بناء، عندي سيارة ويومية عاطلة، بيتي بس مشاكل، أطفالي كلهم مرضى، رزقي ما مستمر، الحل شنو؟ الله سبحانه وتعالى شنو طانا حل؟ صورة نوح، هاي الصورة المباركة يومية اسمعوها مرة أو تقروها الصبح أو بالليل. أنت بالشغل خابر مرتك قولها علقي بالبيت صورة نوح بنية قضاء حاجتي، وهد وثابة إلى سيدتي فاطمة الزهراء صلاة الله عليها، حاجتك تنقضي خلال 3 أيام يومية تعلقها، وبإذن الله تعالى شكو حاجة على رأسك تنقضي. وأهم شيء لا تنسوا والدي بخالص دعاكم. السلام عليكم ورحمة الله.